أهلا بكم في المرحلة الثامنة من منافسات رالي داكار بين الدوادم ووادي الدواسر. مع التوجه جنوبا ينتظرنا يوم جديد حافل بالأحداث والتشويق، حيث بدأ المشاركون يفكرون بكيفية إكمال الرالي الأصعب في العالم بأفضل نتيجة ممكنة. ومن بقي صامدا حتى الآن فإنه يستحق المواصلة بكل تأكيد. وجد الكثير من المشاركين في رالي داكار ما كانوا يبحثون عنه، الإحساس الحقيقي بالمغامرة والإنجاز. إن كنت قادراً على ترويض هذه الكثبان الرملية الهائلة كما يفعل إخوان بريدة فإن جائزتك مذهلة فعلاً. المركز الثالث في مرحلة اليوم كان من نصيب الدراج النمساوي ماتياس فالكنر، الذي تعامل بحذر مع الملاحة حول الأخاديد، حيث كان من الصعب أحياناً إيجاد المسار الصحيح. يبدو بأن بابلو كوينتانيا معجب للغاية بالرقم 2، حيث تمكن للمرة الرابعة هذا العام من إحراز المركز الثاني بفارق 2:53 عن المتصدر. الأكيد أن مشجعيه ينتظرون تحقيق فوزه الأول هذا العام. لكنه مركز انطلاق جيد من أجل كسب المراكز. نعم هذا صحيح، لا نستطيع اختيار مركز الانطلاق، لذلك ربما سأكون في وضع جيد. يبدو المسار رمليا اليوم، ما يعني قدرتك على التقدم. من الجيد سماع ذلك، سنبذل قصارى جهدنا. شكرا لك. إذا أردت الفوز بهذا الرالي فعليك الفوز ببعض المراحل. هذه النصيحة التي أزداها سام ساندرلاند لنفسه اليوم، محققا أسرع زمن ليعود من جديد إلى صدارة الترتيب العام. المشاركة في داكار ليست بهدف تسجيل أفضل المراكز وحسب، بل هناك على الدوام مجال لبعض المتعة. الفن في القيادة يحتاج لتحكم كامل بالآلة التي تقودها، قليلون هم القادرون على الإمتاع والمنافسة معا. الفوز الأول لساندرلاند بإحدى المراحل بداكار هذا العام متقدما على كوينتانيا وفالكنر. عاد ساندرلاند إلى صدارة فئة الدراجات النارية مع تراجع فان بافرن للمركز الثالث. انكسر الزر الخاص بالتحكم بكتيب المسار، ولكن هذا ما يحدث في داكار. سنقوم بإصلاح هذه المشكلة. على كل كانت مرحلة إيجابية وقدمت كل شيء، لست نادما على شيء. داكار مغامرة إنسانية بالدرجة الأولى، تجربة لا مثيل لها، مرهقة للعقل والجسد، مليئة بالتعب والعرق والدموع، لكن ذكرياتها لا تنسى. عزز الدراج الفرنسي ألكسندر جيرو من صدارته في الترتيب العام عبر فوزه بالمرحلة الثامنة بفارق 48 فقط أمام مارسيلو ميدوروس الفائز بمرحلة يوم أمس. لم يسبق للفرنسي أن أنهى داكار على منصة التتويج، ولن يكون المركزان الثاني والثالث كافيين له بعد الآن. جيرو في صدارة الترتيب العام متقدما على بابلو كوباتي. Mais comme on dit chez nous, les derniers seront les premiers dans notre réalité. Nous serons princes d'éternité. ليست مهمة سهلة، فهو ليس في مركز مريح. كل ما بوسعه فعله هو مواصلة الضغط على ناصر. المسألة الأفضل بالنسبة لناصر هو وجود سيباسيان في مرمى نظره. لقد غيرنا الاستراتيجية، لدينا حرية القيام بما نريد وذلك جيد. هذا لا يعني بأننا سنفوز بالمرحلة بالتأكيد. تركيز كبير من ناصر العطية مع انطلاق المرحلة الثامنة. ريكورد 1 كيلو.
ارتطمنا بكثيب الرملي وخسرنا غطاء المحرك. كان علينا التوقف لإعادة توصيل بعض الأسلاك. الخطأ الملاحي الأخير يعني أننا لم نخوض مرحلة مثالية. على أي حال وتيرتنا جيدة. المركز الثاني لسيفون بيترونسال في مرحلة اليوم. ضغطنا بشكل كامل طوال المرحلة. قام فابيان بعمل رائع في الملاحة من دون أي خطأ، حيث وجدنا جميع نقاط المرور. قدنا بشكل ممتاز وبوتيرة جيدة. في الكيلومتر 28 تعرضنا لانثقاب وبدلنا الإطار بسرعة، حيث خسرنا قرابة الدقيقتين. وصلنا الضغط الكامل، ومن ثم لاحظنا أننا خسرنا الإطار الاحتياطي، وكان ما يزال أمامنا 250 كيلومترا من دون إطار احتياطي. تعرضنا لانثقاب بعد 350 كيلومترا، ومن ثم لم يعد لنا إلا دفع أمامي لأننا كسرنا المحور الخلفي. لقد كنت خائفا بالفعل، لكنني قلت في القسم الأخير أنني سأحاول الضغط قليلا. لم تكن مهمة سهلة مع دفع أمامي فقط، لكن لا بأس، أنا محظوظ حقا لتواجدي هنا. لم نخسر إلا 7 دقائق لصالح لب. كنت أعلم أننا خضنا مرحلة جيدة، وسيكون من المؤسف خسارة كل شيء هنا، لذا فضلت القيادة الحذرة حتى النهاية. في نهاية المطاف كان يوما جيدا. علينا احترام دكار، فدكار هو دكار. أحرز كارلوس ساينز المركز الرابع اليوم في تأكيد على تحسن أداء سيارة أودي في الأسبوع الثاني من المنافسات. ولكن إذا نظرتم إلى الفارق فبالإمكان ملاحظة خسارته للمركز الثالث لصالح لوب بفارق 3 ثوان فقط. يحاول السائق السعودي يزيد الراجحي المنافسة على المركز الثاني في مواجهة لوب. لقد أنهى مرحلة اليوم بالمركز العاشر. ضغط سائق أودي ماتياس أكستروم في القسم الثاني من المرحلة حتى خط النهاية من دون اقتراف أخطاء ملاحية، محرزاً فوزه الأول بإحدى مراحل دكار. نحن جدد في رالي دكار. أنا سعيد اليوم لأننا لم نقترف الأخطاء، ولكن ما زال هناك الكثير من الأيام المتبقية. خلال رابع مشاركة له في دكار وبحلول منتصف مرحلة اليوم، تعرض السائق الإسباني أوسكار فويرتس لحادث عنيف مزق سيارته إلى قطع متناثرة، ولم يكن بوسعه إلا النظر إلى حطامها بنظرات ملؤها الدهشة والاستغراب. إنه الفوز الثاني لأودي بإحدى مراحل دكار، وهذه المرة مع أكستروم الذي تقدم على بيترونسال ولاب. قلص الفرنسي سائق بحرين ريد إكستريم من الفارق خلف العطية على صعيد الترتيب العام مع تواجد الراجح ثالثاً. أما على صعيد بطولة العالم للراليات الصحراوية فقد بات لوب في الصدارة برصيد 28 نقطة. الفوز الثامن للسائق الأمريكي ساث كوينتيرو على متن مركبة الأوتي 3 والسادس له على التوالي. في المقابل قلص سيباسيان أريكسن الفارق مع متصدر فئة التي 3 تشاليكو لوباز. لقد عاد الأخوان مارك وميشيل كوكزال إلى تسجيل أسرع الأزمنة وتصدر فئة التي 4، ولكن كان التفوق اليوم من نصيب الأخ الأكبر مارك الذي تقدم بفارق 2:48 في ظل تواجد أوستن جونز في الصدارة. 6 دقائق فصلت بين الثلاثة الأوائل ضمن فئة الشاحنات مع عودة كاماز للسيطرة على المراكز الأربعة الأولى من جديد. الروسي إدوار نيكولاياف تواجد ضمن المراكز الثلاثة الأولى للمرة الخامسة على التوالي، محتلاً المركز الثالث خلف زميله أندري كارجنوف بطل دكار لعامين كان آخرها في 2020، فيما عاد ديمتري سوتنيكوف إلى هوايته المفضلة عبر تسجيل أسرع الأزمنة موسعاً صدارته في الترتيب العام. بهذه الطريقة انتهت المرحلة الثامنة من رالي دكار 2022. نلتقي بكم غدا مع المرحلة التاسعة.